بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة دار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين. فأهلا وسهلا بالشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا، باعثها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف جيم. أخونا له عدد من الأسئلة، في أحدها يقول: في أحد الأيام قررت صيام يوم من أيام الأسبوع، وفي الصباح وجدت نفسي قد أفطرت فلم أكمل صيام ذلك اليوم، علما بأن صيامي كان تطوعا، فهل يجب علي إعادة صيام ذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صوم التطوع لا يجب على الإنسان أن يكمله، له أن يفطر ويقطع الصوم، ولكن إكماله أفضل. لكن لو أنه أفطر فلا بأس بذلك، لأنه صوم نافلة وليس فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه صائم أمير نفسه، يعني في صيام التطوع إن شاء. وكذلك إذا دعي الإنسان دعاه أخوه إلى وليمة فإنه يجيب الدعوة، فإن شاء أكل وإن شاء دعا وانصرف، فهو بالخيار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام التطوع. وإذا أفطر فإنه لا يلزمه قضاء هذا اليوم، لأنه لم يجب عليه بأصل الشرع ولم يجب عليه أيضا بالشروع فيه، وإنما هو لا يزال تطوعا أتمه أو لم يتمه. جزاكم الله خيرا. عندما أصلي وأغمض عيني أجد أنني أقرب إلى الخشوع، فهل تنصحونني بالاستمرار في ذلك، ولا سيما وأني أجد أيضا أن الوسوسة تبتعد عن وجهي؟ جزاكم الله خيرا. ذكر العلماء أنه يكره إغماض العينين في الصلاة إلا إذا كان هذا لسبب، كان يكون أمامه ما يشغله، كان يكون أمامه ما يشغله من المرائي والمناظر، فإنه يغمض عينيه، مع أن المصلي يحب له أن ينظر إلى موضع سجوده وأن لا يسرح بصره أمامه. فإذا نظرت إلى موضع سجودك فهذا يغنيك عن إغماض العينين، انظر إلى موضع سجودك وهذا يغنيك عن إغماض العينين. أما إغماض العينين فإنه يكره في الصلاة إلا لحاجة. جزاكم الله خيرا. هذه الحاجة التي ذكرها الشيخ صالح، هذا كل الذي يغنيه عنها أن ينظر إلى موضع سجوده. إن شاء الله. هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء أو لا؟ لا يجب الاستنجاء إلا عند الحاجة، إذا قضى حاجته. نعم. فإنه يزيل أثر الخارج بالاستنجاء أو بالاستجمار مرة واحدة، ولا يعيد الاستنجاء إلا إذا أعاد قضاء الحاجة. وليس الاستنجاء أو الاستجمار ليس من فرائض الوضوء، وإنما هو إزالة نجاسة، إزالة نجاسة فقط. فإذا أزالها فلا حاجة إلى تكرار ذلك إلا إذا خرج منه خارج مرة أخرى. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف كاف دال مقيم في مكة المكرمة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: معظم قصص القرآن الكريم قد تكرر ما عدا قصة يوسف مع إخوته وقصة الخضر مع موسى عليه السلام، ما الحكمة في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الحكمة في ذلك والله أعلم أن الله يذكر هذه القصص بمناسبة، إذا جاء لها مناسبة ذكرها الله سبحانه وتعالى، تارة مختصرة
قصيرة وتارة مطولة. ما صحة هذه الأحاديث؟ هذا السؤال من أخينا أدف كاف دا، ويورد جمعا من الأحاديث كما سماها. يقول: من صلى في المسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. هذا الحديث تكلم عليه أهل العلم وبينوا أنه لم يستحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز العمل به والاعتماد عليه. وممن كتب في ذلك أخيرا أخونا الشيخ بن عزيز الربيعان، كتب فيه رسالة ودرس إسناده وبين أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. حديث آخر: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف، أورده الحافظ بن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله فلا من بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الحديث في حد ذاته ضعيف السند، ولكن يشهد له الآية الكريمة. ولذلك ساقه الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية من باب الاعتقاد به. جزاكم الله خيرا. أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا نعم على الأجزاء على الإسنة بكثرة، وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في سنده ضعفا. إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الجميلة في منبت السوق. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله. ويغني عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اظهر بذات الدين تلبت يداك. هذا صحيح. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من البحرين، يقول: أخوكم في الله عين لام راي. أخونا له رسالة ضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول الناس بأن الزواج قسمة ونصيب، فهل هذا صحيح؟ إن شريكة حياة الإنسان مكتوبة له قبل أن يولد وجهنا، وهل في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن كل ما يجري في هذا الكون وكل ما يجري على الإنسان أنه بقضاء الله وقدره، ومن ذلك الزواج. يقدر أن الإنسان يتزوج بامرأة معينة وأن تتزوج المرأة برجل معين، هذا في قضاء الله وقدره. ما من شيء يقع ويجري إلا وهو في قضاء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاء في الحديث الصحيح لما ذكر صلى الله عليه وسلم، لما ذكر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء قدره تقديرا. فلا شك أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، ومن ذلك الزواج. ولكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يجد في طلب الزواج ولا يبحث عن المرأة الطيبة، بل عليه أن يبذل الأسباب فيجد في طلب الزواج، وأيضا يلتمس الزوجة الطيبة كما قال صلى الله عليه وسلم: اظهر بذات الدين تلبت يداك. فبذل الأسباب هذا أمر مطلوب، والمقادير بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن علينا بذل الأسباب وإن كانت الأمور مقدرة بقدر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال مطول ومشوش بعض الشيخ صالح، فهمت من هذا السؤال أن له أب وله إخوة أيضا، وكل واحد من هؤلاء الإخوة له مرتب وله عائلة، إلا أن والدهم يصر على استلام مرتباتهم رغم لوازمهم واحتياجاتهم، ويرجوكم التوجيه. جزاكم الله خيرا. لا شك أن للوالد حقا على أولاده، وله أن يأخذ من أموالهم ما لا يحتاجونه ولا يضر به. على كل من الطرفين الاعتدال في هذا الأمر، على الوالد أن لا يتصف بأولاده وأن لا يشق عليهم بأن يأخذ منهم شيئا يحتاجونه، وعلى الأولاد أن لا يبخلوا على والدهم وأن لا يكرهوا أخذه من أموالهم، لأنه والدهم، وهذا من بره والإحسان إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. لكن على الوالد
أن يعتدل بأمره وأن لا يبتف بأولاده ويأخذ منهم ما يحتاجون إليه أو يتضررون لأخذه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة بعض الشيء باعثها مستمع يقول المرسل المقيم في الرياض يحيى فوزي. أخونا يقول في سؤاله هذا جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. هل المذهب الحنفي يقتضي أن يقرأ الفاتحة بعد سكوت الإمام أم لا؟ لأني أسمع أن المذهب الحنفي يقتدون بالإمام وينصتون له بدون أن يقرأ الفاتحة. كذلك أسأل عن معنى قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل تدخل هذه الآية في المذهب الحنفي عند قراءة الإمام بأن ينصت المأمومون بدون القراءة بفاتحة الكتاب؟ وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام والمنفرد ركن بإجماع أهل العلم تقريبا، وإن كان هناك خلاف أو خلاف يسير، لكن أكثر أهل العلم أو إجماع أهل العلم على وجوب القراءة قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المنفرد. أما المأموم فهذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف القوي بين أهل العلم. الجمهور على أن المأموم لا تجب عليه القراءة قراءة الفاتحة، وإنما يستمع لقراءة الإمام. وإذا استمع لقراءة إمامه فكأنما استمع لقراءة إمام الفاتحة وأمن عليها في النهاية فكأنما قرأها، فيصدق عليه أنه قرأ الفاتحة في هذه الصلاة لأنه استمع لقراءة إمامه وأمن عليها بعد النهاية فقال آمين، فيكون هذا في حكم من قرأها. وتدل عليه الآية التي ذكرها السائل وهي قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالصلاة الجماعة التي يقرأ فيها الإمام يصدق عليها أن الفاتحة قد قرأت في هذه الصلاة، قرأت إلى الإمام واستمع إليها المأموم وأنصت لها فكأنما قرأها. وذهب بعض المحققين من أهل العلم بعض المحدثين إلى وجوب القراءة قراءة الفاتحة على كل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأخبر أن الصلاة التي لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداد ثاني غير صحيحة. والجمهور يحملون هذا على أنها قرأت بفاتحة من الإمام واستمع إليها المأموم موجودة ولله الحمد. ومن العلماء من فصل كالإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ، جمعا بين الأدلة. وعلى كل حال قراءة الفاتحة مطلوبة، ويستحب للمأموم أن يقرأها إذا أمكنه ذلك، لأن يقرأ في سكتات إمامه وهي الصلاة السرية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة نون سين من مكة. أختنا تقول امرأة تزوجت وأنجبت أولادا وبنات وحصلت مشاكل بين الزوجين، واتجهت الزوجة إلى بيت أبيها وانقطعت عن زوجها 8 سنوات، وزوجها تركها معلقة ولم يطلقها، وأيضا لم يصرف عليها غير أبنائها. ثم انتقلت الزوجة إلى رحمة الله وجاء إليها وهي في مرض الموت وطلب منها السماح، وجلس عندها وقرأ عليها سورة ياسين ثم دفنها، مع العلم أنه كان في حياتها يشتمها أمام أبنائها، فهل له أن يدخل عليها أثناء موتها بعد 8 سنوات؟ وأيضا هل له أن يرث من حاجاتها دون أبنائها، مع العلم أنه رفض أن يعطي شيئا منها لأبنائها؟ أرجو منكم توجيهنا في هذه القضية جزاكم الله خيرا. إذا لم يكن طلقها فهي زوجته، له أن يدخل عليها ويرثها إذا ماتت لأنها زوجته لم يطلقها، وإن كان بينهما سوء تفاهم وقع بينهما هجر فهذا فيه تفصيل، إن كان السبب من قبله فهو آثم، وإن كان السبب من قبلها فهي آثمة وليس لها عليه الحق، ما دامت أنها ناسج عنه وممتنعة منه والخطأ من قبلها فالإثم عليها. وعلى كل حال الله يتولى شأنهما، ولعله لما طلب منها المسامحة وأنها سمحت عنه أن الله سبحانه وتعالى عفى عما سبق. وأما
الميراث فإنه باطل ما دام أنه لم يتملكها، فهو يرثها ميراث الزوجية، ولكن ليس له أن يستبد بالمال الذي خلفته على أولادها، فلهم فيه نصيب يكون له منه الربع والباقي لأولادها، إن كانوا إناثا فله الثلثان والباقي للعاصب، وإن كان في أولادها ذكور فإن المال الباقي بعد الربع يكون للأولاد ذكر مثل حظ الأنثيين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف هل تتفضلون بمناسبة القطيعة بين الزوجين بتوجيه الأزواج إلى ما ينبغي أن يكون عليه حتى لا يحدث مثل هذه القطيعة؟ أشك أن الزوجين يجب عليهما على كل واحد منهما نحو الآخر الإسراء بالمعروف، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف، وأمر الزوجات أن تعاشر أن يعاشرن أزواجهن أيضا بالمعروف، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تطيع زوجها وأن تجيبه يعني في غير معصية الله، وأن تجيبه إذا دعاها ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب، وقال لو كنت أحد أن يسجد لأحد غير الله سبحانه وتعالى لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فلا شك أن بين الزوجين حقوقا عظيمة يجب عليهما مراعاتها، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوالم عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم الكسوة والنفقة بالمعروف، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وكما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم مما يدل على وجوب المسؤولية بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على الزوجة حتى ولو كان فيها بعض الطباع التي يكرهها الزوج أن فيها من الطباع الطيبة الأخرى ما يعوض عن ذلك، وأخبر أن من طبيعة المرأة أن يكون فيها شيء من العوجات لأنها خلقت من ضلع أعوج من ضلع، وإن أعوج السيوف عليها، فإن استمتع بها استمتع بها وبها عوج، وإن ذهب يقيمها كسرها وكسرها طلاقها. فلا بد من وجود شيء من الزوجة، لكن على الزوج أن يصبر لأن المصلحة أكثر من المضرة. الله تعالى يقول فإن كرهتم وعاشروهن بالمعروف إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. جزاكم الله خيرا. كيف نحن تكلمتم الحد الفاصل بين تحمل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها ما هو؟ الحد الفاصل أن لا يكون ذلك في معصية الله، فإذا كان أحد الزوجين يعصي الله سبحانه وتعالى معصية كبيرة من الكبائر فلا يجوز للزوج الآخر أن يسكت على هذا المنكر، بل عليه أن ينكر وأن يطلب من فاعل المعصية الكبيرة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤثر على الآخر، وأيضا الإثم يشمل من سكت على فعل المعصية ولا سيما بين الزوجين، لأن أحدهما يخالط الآخر مخالطة ويلابسه ملابسة، هذا لا يجوز لأحدهما أن يسكت على معصية الآخر. أما إذا كان الأمر هو أمر شخصي في يعني في حق الإنسان فعليه أن يصبر ويتحمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا أختنا تسأل هل يجوز الكف على خال الأب وخال الأم؟ لا يجوز الكف على خال الأم ولا على خال الأم لأنهم أجانب من هذه المرأة، ليس بينهم وبينها ما يسبب أن تكشف وجهها لهم لأنهم ليسوا من محارمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله أخوكم ميم ألف حاء الفيفي. أخونا يسأل ويقول في بعض الأحيان وعند انتهاء من الوضوء أقوم برص العطر على ثيابي وعلى يدي ثم أخرج بالصلاة إلى المسجد. سمعت من بعض الناس من يقول بأن العطر نجس لأنه يدخل في تركيبه الكحول وأنه يبطل الوضوء والصلاة أفتونا وجزاكم جزاكم الله خيرا. ليس كل الأطياب فيها كحول، ما ثبت أن فيه كحولا فهذا هو الذي يمنع، أما الأصل في الأطياب الإباحة وأنها من الطيبات، وتطيب الإنسان إذا خرج من المسجد هذا شيء جميل ومطلوب من الإنسان أن يتهيأ لبيوت الله عز وجل وأن يتجمل الصلاة، هذا أمر مطلوب، وأن يزيل الروائح الكريهة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ إنسان لم يأتي إلى
المسجد وفيه رائحة الثوم أو البصل، فأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي الحاضرين من المسلمين في المسجد ويسيء إلى بيوت الله. فتطيب الرائحة بالطيب هذا من السنن، وإنما يمنع من الطيب عند الخروج النساء، ولا سيما خروج المساجد يمنعن من الطيب إلى في ذلك من الفتنة. أما الرجال هذا شيء طيب وجميل ويثابون عليه، أما الكحول هذا يحتاج إلى تثبت. الأصل في الأطياب الحل والإباحة، وما ثبت يقينا أن فيه شيء من الكحول فهذا يتجنب، لأن الكحول خمر، الخمر نجسة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن هذا يحتاج إلى تثبت. جزاكم الله خيرا. يقول لنا جار في بعض الأحيان يتجمع عنده أصدقائه ثم تحضر الصلاة ويقول نصلي في البيت ولا داعي للخروج إلى المسجد رغم قربه، ويستدل بالحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل تصح الصلاة لنا في بيته علما أنه مدرس مادة الدين في إحدى المدارس الثانوية لدينا وهو على اطلاع أكثر منا؟ لا يجوز الصلاة في البيت ولو كنتم جماعة، فعليكم أن تحضروا وأن تجيبوا النداء، إذا سمعتم الأذان فعليكم الإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال يا رسول الله ما العذر؟ قال خوف أو مرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ليس معناها أن الإنسان يتركون، أن الناس يتركون المساجد، لو كان هذا هو المقصود لما احتاج إلى بناء المساجد، فقيل الأرض كلها مسجد فلا حاجة إلى بناء المساجد. الذي قال هذا الحديث هو الذي أمر ببناء المساجد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر بحضورها، وهو الذي توعد المنافقين الذين يتخلفون عن المساجد بإحراق بيوتهم النار، مع أنهم يحتمل أنهم يقيمون الصلاة في البيوت، يقيمون الجماعة في البيوت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، بل هم بإحراقهم في النار، مع أنهم يحتمل أنهم يصلون جماعة في البيوت. الحاصل أنه لا بد من الحضور للمساجد، وهذا الذي قال لكم هذه المقالة مخطئ، ومع الأسف أنه يدرس، فالمدرس قدوة، يجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون داعية سوء، وداعية كسل عن المساجد، بل عليه أن يكون قدوة صالحة وقدوة حسنة، وينتهي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حضور إلى المسجد. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض وباعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول مخرج الجنسية عبد المنعم مصطفى. الأخ عبد المنعم يقول في سؤال لك: إذا كان لك صديق ميت يعز عليك معزة كبيرة، فهل تصلي على قبره ركعتين فرضا أو نفلا؟ لا تصلي عليه صلاة الجنازة، إما أن تصلي على جنازته قبل الدفن، وإما إذا فاتتك صلاة على جنازته قبل الدفن فإنك تصلي صلاة الجنازة على قبره. أما بعد ذلك من الصلوات فلا يجوز أن يصلى عند القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا القبور مساجد، ومعنى اتخاذها مساجد أن يصلى عندها ولو لم يبن مسجد، لأن من صلى في مكان فقد اتخذه مسجدا، قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي صالحة للصلاة فيها. أما القبور فلا يصلى عندها، لأن ذلك من وسائل الشرك. إلا صلاة الجنازة إنها تصلى في المقبرة، ويصلى على القبر صلاة الجنازة، هذا خاص بها فقط. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام.